مرحبا، ان شاء الله تكونوا بخير وبصحه جيده. اليوم جيت ندير معاكم نصبر معاكم الدوره. حندير الدوره المعلبه، حنديرها بالدوره اليابسه، الدوره اللي خنو بها الفلوشار. هي في الحقيقه تستخدم بالدوره الطازجه، الدوره الصفراء اللي توجد في الصيف. نشوفوا الطريقه هذه، شوفوها كيفاه تجي. عندي كميه تاع ذره، كميه قليله حوالي نص كيلو، غسلته مليح وشمخته ليله كامله. دوك راح نصفيه ونشوفوا كيفاه نديرو. قبل ما نكمل الوصفه نتمنى تدعموني باللايك والبارطاج، لاول مره يشوف قناتي يدير الاشتراك ويدق على الجرس باش يوصل له كل جديد. اول حاجه نقولها باللي اليوم راح نديرو تصبير الذره مش تخليل الذره. كاين بعض القنوات يكتبوا بلي تخليل الذره ويحطوا الخل. انا عمري ما شريت علبه مايس وقيتها حامضه، تجي بحلاوه حتى في العلبه مكتوبه. اول حاجه نديرها عندي خميره الحلوى، نرش على المايس تاعي ونخلطها مليح هكذا ونخليها تريح ربع ساعه. هذه الخطوه تاع خميره الحلوى باش تسرع لي على عمليه الطهي، لان الدوره تاع المايس تاعي طول شويه في الطياب. راهي فاتت ربع ساعه، دوك نجيب كوكوطه تاعي نحط فيها الماء ونفضى المايس تاعي. الماء يكون شويه بزياده، نديها فوق النار. كي تهز الغليه نهز هذيك الرقوه كامله نحيها ونزيد لها مغرف زيت. الملح ما نديرهاش حتى يدخلها الطياب، ومن بعد نشوفو. راهي وجد المايس تاعي، دوك نجيو نعلبو او نصبرو المايس تاعي. عندي بلارات تاع الزجاج، يكونوا زجاج وغطا تاعهم حديد. غليته كيما نغلي لي بيبرون، وعندي الملح والسكر وعندي الماء. دوك نعمرو المايس تاعي، جا خير والبركة. فيه ديفو واحد، القشرة تاعو تكون شوية تجيني شوية يابس شوية تشفي خشينة. عمرت البرارة منعمرهاش الفم، خلي ان سنتيمتر فراغ. دوك نزيد نص مغرف سكر ونص مغرف ملح ونعمرها بالماء. نجيبو الغطا تاعها، الغطا تاعها يكون معقم، نغلقها ونزير مليح. مايس تاعي راهو طايب، شوف كيفاه طري. دخلو الطياب، زيدي كمل طيابو في البلارة. هذه العملية عيطو لها عملية تصبير. المايس جامي يحطو فيه الخل، المايس جامي يخلوه. كاين بعض القنوات كاين بعد يحطو الخل، الخل ما يتحطش مع في المايس. دوك زين نعمر البرارة الزوجة. اليوم نهار تاع المصبرات، صبرت ثاني جلبانة والبزرودية نحتاجهم في رمضان باش ندير الماسيدوان. المايس نحتاجوه بزاف في رمضان، راهو غالي. انا نحتاجو في حوايج بزاف، في لي بلا، في الشربات، في لي سالاد، في المعجنات. ما نعمروش كاملة، دائما نخليو 1 سنتيمتر ونحطو السكر، نص مغرف سكر نص مغرف ملح، ونعمره بالماء ونغلقوها مليح البلارة تاعي. دوك نكمل كامل ومن بعد نشوفو. دركا وصلنا مرحلة التعقيم او التصبير. نجيبو كوكوطا ونحطو البلارة تاعنا ونغمرهم بالماء، يوصل لحد هذا او تتغطى كومبليتمون. ندوها فوق النار، نغلقو الكوكوطا وكي تصفر نحسبو لها 45 دقيقة. نطفيو عليها وما نحلوش عليها حتى الكوكوطا تبرد كومبليتمون. بردت الكوكوطا وخرجت منها بلارة تاعي، حطيتهم قلبتهم فوقين طوغشون ناشف، نتاكد باللي ما خرجمش الماء. لقيت كاش بلارة خرجها الماء، هذيك البلارة نستهلكها ما نخبيهاش. هذه هي عمليه التصبير بدون ثلاجه، تحفظوا بها حتى اكثر من عام. المايس هذه ديفو تاعو هي شويه القشه شويه قاصحه شويه جيني شويه. لافونتاج تاعها بلي تجي بزاف وتجي رخيصه على اللي نشريوها، وما فيهاش مواد حافظه. هي كي تكون الذره في موسم تاعها تجي هايله، تجي كي خيم تاع برا. هذه هي عمليه التصبير، بصح لي حطوا للخل المايس ما تتخللش.
ان شاء الله نديرو بها الشربات والسلطات مع بعض. راهي وجد المايس تاعي المصبر، هذه هي الطريقة الصحيحة لتصبير المايس الذرة. شوفوا كيف جا، تقدر تحتفظوا به اكثر من عام خارج الثلاجة على برا في البلاكار. نتمنى تدعموني باللايك والبارتاج، ولأول مرة يشوف قناتي فضلا وليس امرا يشترك ويدق على الجرس باش يوصلو كل جديد. بقاو على خير، سلام.